نقول أنت ما تختلف معي أن الكيان الصهيوني محتل لفلسطين؟ قال نعم. قلت طيب إذا كانت هذه المقاومة الآن اللي هي متصدرة من غير حماس، نعم، مقاومة شيعية، أنت شنو عندك بها مشكلة؟ شنو مشكلتك؟ يعني أنت تبدي تقرب العدو الحقيقي هذا الصهيوني، هذا اللي نتحدث، ها احنا نتناقش وياهم، نقول له مو هذا عدوك، انت تختلف وياي ان هذا غاصب للارض المقدسه، انت بذاتك مو تقول انا بالموسوعه الفقهيه والفكريه مالتي ان الذي حرر القدس سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه واوقفها للمسلمين، مو هذا تراث عمر، ليش ما تدافع عنه انت؟ انت ما دافعت عنه، عندك ظروف احنا مسامحيك. زين، إذا اجت الطائفة الشيعية مثل ما حاصل اليوم الطائفة الشيعية الكريمة هي تتصدر موضوع المقاومة، ما بها أي مجال. يعني شوف التعاطف اليوم، التعاطف في كل العالم هو أغلبيته تعاطف شيعي، أكو تعاطف سني ما أخفيك، لكن حتى المتعاطف السني ما يقدر يجوز، لا عنده منبر إعلامي، لا عنده رخصة، لا عنده مجال. لكن شوف اليوم هذا يعني الإخوان، شوف الطائفة الكريمة هي تتصدر. فأقول له شنو مشكلتك إذا كانت هذه الطائفة الشيعية هي تتصدى لموضوع المقاومة؟ أنت اليوم، أنا لما أتكلم مع، وبكل صراحة أقول لك إياها، أنا لما أتكلم عن السيد الخامنئي، أتكلم عن السيد حسن نصر الله، وقبل ذلك نتكلم عن السيد مثلا السيستاني أو أي مرجع له موقف مشرف في القضية الفلسطينية أو قضية لبنان، يعني خلاص أنا هذا مو على ديني، مو على مذهبي، هذا عدوي، لو يحررني الكعبة. الصهيوني على مذهبك، على دينك؟ لا هذا يبديه. ولذلك أنا قلت لجنابك والأستاذ أبو مساري، أكيد الأستاذ العزيز، قضية إذا تراجع الخطاب، يعني قد يتساءل الإنسان لما أكد سماحة السيد الخامنئي اليوم على ونبه وحذر من قضية إثارة الفرقة، لأنه إثارة الفرقة تضعفنا. إحنا اليوم ما نحتاج أن نكون، أن ندخل في مشكلة لا سامح الله طائفية، وإنما إش قد حتى الإعلام الإسرائيلي راهن على أن الشعب اللبناني سوف يتقاتل، تذكرون؟ نعم. حتى قبل إعلان، يعني الإعلان الرسمي عن استشهاد سماحة السيد، لكن الشعب اللبناني الكريم عكس الصورة تماماً.